فعلا كنتي حامل من خطيبك؟ نتمنى تجاوبي. انا ريختي شاد السؤال. خواتاتي كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يعجبكم الفيديو نتوما ضاح كي ناشطين. ما تنساوش معايا تلعبوا الفيديو ديالي، تخليو ليا بزاف ديال لايك بيان سور الى عجبتكم قناتي، واللي مازال ما اشتركش يضغط على داك الزر صابوني اللي بالاحمر ويضغط على الجرس باش اي فيديو نزلته يوصلكم. ديما ان شاء الله الفيديو اللي تطلب مني بزاف 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 هو رجوة، دير لنا فيديو اسئله واجوبه ما درتوش من نهار فتحت القناه ديالي، و يعني طرحتوا عليا بزاف ديال الاسئله اللي غادي نجاوبهم عليكم بكل صراحه وصدق. وغنقول لكم اخواتاتي ما تنساوش تخليو ليا بزاف ديال لايك. اخواتاتي غادي نديرو فيديو ديال اسئله واجوبه اللي بزاف منكم طلبتوه مني وديما كتطلبوه مني، وكنت درتو فاش يلاه فتحت القناه كنت درتو. دابا غادي نعاود ندير لكم فيديو اسئله واجوبه نتوما اللي سولتوني وانا غنجاوبكم بصراحه. ولكن قبل بغيت نقول لكم واحد المفاجاه اللي كاينه في هذا الفيديو هذا، هي ان شاء الله غادي نرجع للتجارب الاجتماعيه، ان شاء الله غنزيد نخدم على القناه ديالي. نتوما اخواتاتي على راسي وانيا كنبغيكم بزاف بزاف بزاف، واي انتقاد بنا على الرسول ان شاء الله غنزيد بالقناه ديالي قدام. انا عارفكم كتبغيو بزاف التجارب الاجتماعيه، ان شاء الله عندي افكار واعرين تكون اول بنت غادي دير هذه التجارب ان شاء الله. ما تنساوش انكم غد تدعموني ان شاء الله. الفيديو اللي غادي يكون من مور هذا اولا من مور اللي جاي ان شاء الله غتكون فيه تجربه اجتماعيه قويه. راكم عارفين التجارب ديالي كيفاش دايرين. ما تنساوش اخواتاتي طلع لكم نوتيفيكاسيون ضروري تدخلوا تفرجوا حتى تكون تجربه رائعه جدا. شحال هذه ما قديت راسي وجيتكم هكايا مره كنبغي كندير بيغي كندير ماكياج. انا عارفه بزاف منكم ما كيعجبهمش هكايا، ولكن انا كندير شي حاجه يعني كتكون تكون هي شي حاجه كنبغي انني نطلع لكم ماكيا ومقاده، باش حتى نتوما الا كنتو مبهدلين ولا شي حاجه تنوضوا وتمشيو وتقادوا حتى نتوما تقولوا نديروا بحال رجوه. فهذا ما كان. اما الايام العاديه راه ما كنديرش مكياج ما كنديرش باروكات، قليل اكثر غادي نصور كيكون الشعر ديالي ما بغاش نبينو ولا شي حاجه. فدابا انتم عارفين انا دايره كيغاتين وداكشي، راه مع المرات كنبين الشعر ديالي ماشي كيغاتين وانما ليسوغ. المهم قبل ما نبدا هذا الفيديو هذا بغيت نقول لكم انني كنبغيكم بزاف، والله يسهل على كل واحد فيكم كتفرج برجوه، والله يسهل على اي بنوتة فيكم. فات لكم الضوء اللي اللور كان صراحه عطي ديكور زوين، ولكن لارونج عندي فيها غير ثلاثه، تنشري ان شاء الله شي وحده فيها اربعه ولا خمسه، وعندي فيها غير ثلاثه. الى البريس ديال رينغ لايت كيشد مساحه كبيره وكنزيد مستفده غير من جوج، داكشي علاش طفيتو. ودابا خواتاتي كاين واحد الاسئله اللي تعاودوا بزاف بلا ما نبقى انني نعاود نفس الاسئله نعاود نفس الاسئله. كاينين بزاف ديال البنات سولوني شحال في العمر ديالك، السميه ديالك، المستوى ديالك الدراسي، هادشي كامل غادي نقولوا لكم اون ديتاي، وغادي نجمعوا لكم يعني في جواب واحد باش ما يجيكمش الملل. اول حاجه انا الاسم ديالي الحقيقي هو رجاء العلوي، ماشي رجوه، ولكن حاليا وليت ولفت الاسم ديال رجوه، وكيعجبني عيطوا لي الناس رجوه. اذا تلاقيتوني في الزنقه عيطوا لي رجوه. العمر ديالي انا زايده في 1994، المستوى ديالي الدراسي هو انني انا شديت الباك ديالي، ومني ساليت الباك درت ليستايا، درت تكنيسيان سبيسياليزي اون سكريتاريا، ومن موراها بديت ساليت الدبلوم ديالي الحمد لله نجحت فيه جبت نقطه مزيانه، ومن موراها اخواتاتي درت ديبلوم ديال بانتر ديكوراتور باتيمون، ما كملتش فيه درت فيه غير عام واحد لانه شفت راسي انني غير غنضيع الوقت. هاد الدبلوم هذا يعني ما كاينش نهائيا فيه الخدمه، ما الا مشيتي تخدمي في برا صافي. ياك البنات يعني جاوبتكم هاد الاسئله اللي كيطرحوا بزاف، ودابا غادي ندوز للاسئله الاخرين وغادي نبدا اللي من مورا هاد الاسئله اللي جاوبتكم اليوم. هي كاينه كل شيء شحال كتخلصي من يوتيوب؟ تحيه ليك. هاد السؤال هذا بزاف 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 ديال البنات يعني سولوني، وانا طحت عيني في هاد كل شيء وقالت لي شحال كتخلصي من يوتيوب. غنشرح لكم البنات وديما كنشرحها، اليوتيوب ما عندوش واحد المبلغ معين باش ديروها في بالكم. راه ماشي يوم تخلصتي 30000 الشهر الجاي غادي تخلصي 30 وهي غاده بحال اي خدمه، لا. يوتيوب داير بحال البورصه باش نسهل عليكم، الا كانوا الفيديوهات ديالك فيهم واحد العدد ديال المشاهدات كبيره غادي تخلصي واحد الثمن اللي زوين بزاف. كانوا مشاهدات اللي قليله فحالي راكم عارف المشاهدات اللي عندي راه والو، يلاه كيجيك واحد الصالير واحد التسبيك، يلاه كدوري مع الوالده، يلاه كتعيشي منه، يلاه هذه يلاه هذه. يعني الا كانوا عندك المشاهدات، انا كنقولها لكم البنات ملي تشوفوا عندي المشاهدات كبيره يعني 80 100 200 300 عرفوا ان الخلصه كتكون واحد الخلصه اللي زوينه بزاف. اما بالنسبه لي انا راكم عارفوا المشاهدات اللي عندي راه والو، لان الناس صافي مشات في داكشي ديال تبلقيك التفاهات التخربيق، ما عندهم ما يديروا بوحده ديال راسها خصهم تبلقيك وداكشي. المهم كنعاود لكم بحال صحاباتي لان هذا هو الواقع، الناس كتموت على التفاهه وتبلقيك. ملي غدير لها افاده ما غيتسوق لك حتى شي واحد. فقلت لكم اخواتاتي على حساب كانوا عندكم فيه بزاف راه كتخلصي ديال بصح وتعيشي من يوتيوب ديال بصح وكتاكلي وتوكلي تهلاي في والديك تهلاي في راسك تخرجي تساري تسافري.
كان مشاهدات كما شفتوا مؤخرا مشاهدات والو ما كاينينش نهائيا. كاين واحد الصالير اللي يلا انا كنتقاتل معاه نعطي من الوالده شويه نجمع واحد شويه شويه الا بغيت شي حاجه كنشريها وهذا ما كان. خاصكم تعرفوا القضيه ان يوتيوب داير فحال البورصه. واحد السؤال اخر هو ناديه كوبي شنو درتي من فلوس اليوتيوب؟ شي دار شي طوموبيل؟ الا صدقتي يعني الا تيقتي انني انايا هذه الفتره هذه ديال الفتره الاخيره يعني ملي يعني هضرت لكم على الفيديو ديال دارنا والبراكه اولا سميوها كيفاش بغيتو ملي هضرت لكم عليها يعني كانوا مشاهدات زوينه كنت كنتخلص خلصه زوينه. كون بقيت غاده بهذيك الخلصه كنت غادي نشري دار فرمتشتين في هذه المده كنت غادي نشري شي بارطما ونقدر نشري حتى طوموبيل بالكريدي. ولكن اخواتاتي راه يعني راكم شفتوا الناس بقاو كيتفرجوا لك فيا ابري صافي تيتخلاو عليك ما تيبقاش يتفرجوا لك مشاهدات هبطوا. ما درت لا دار ما درت طوموبيل جامع واحد الرزيق اللي نقدر نعاود به نعاون به والديا صافي يعني كون يعني يعاودوا الناس يتفرجوا فيا ويطلعوا المشاهدات ل 100 و200 غادي تشوفوني انني حققت بزاف ديال الاحلام. وكنتمنى اخواتاتي راه واخا تشوفوا رجوه هكايا مقاده والبيريك والشعر والروينه راه اللي في قلبي راه اعلم به غير الله والناس اللي متبعيني والناس اللي كيعرفوني عن قرب عارفين يعني داخل ديالي اشنو كنعاني. ولكن الحمد لله يعني كنتمنى اخواتاتي ملي طلع لكم النوتيفيكاسيون ديالي ما تخسروا حتى شي حاجه دخلوا شجعوني تفرجوا فيا تلقي غير الفيديو وحتى ما كان حيت كاين شي وحدين كيقول لك لا هذه شو كيديرها ومقاده وهذه وتجي كتضحك علينا. انا اخوتي واحد الانسان طموح اللي ما كنستسلمش للواقع اللي كنمشي وكنقاد راسي وكنعطي واحد الصوره زوينه واخا ربي راه عين به غير الله. اما رجوه راه عادي تلبس بيجاما في الدار كتضحك مع اخواتاتها ملي تتلاقى الناس في الزنقه كنسلم عليهم عادي بحال اللي ما كندير لا يوتيوب لا شي حاجه. راه ما ديرش على المظاهر راه انا رجوه اللي كتشوفوني هكا ومقاده راه لا علاقه ليا راه واحد الانسان اللي الحمد لله طيبه ما مسموماش والناس اللي تلاقوني في الزنقه راه كيقولوها ليا يعني انسانه متواضعه عاديه جدا. سولتني واحد السؤال اللي عالمك لما عملك تحيه ليك واش عمرك تعرضت المهم اللي فهمت انك واش عمرك تعرضتي للغدر ومن طرف شكون؟ انا ما نكذبش عليكم البنات انا تغدرت بزاف 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 اكثر من اللي كتصوروا تغدرت من طرف البنات انا والصحابات بحال هكايا صحابات في جيه وانا في جيه كاع البنات اللي دوزت في حياتي الا شي فئات اللي قلال. كاين واحد البنوتات اللي احسان فوزيه واحد البنوتات اللي عزازن عليا كاينه فاطمه مونيا كاينه دنيا كاين يعني واحد البنوتات اللي ما عمرهم ما داروا معايا شي حاجه بزاف ديال الاسماء نكون نسيتهم اللي ما عمرهم ما داروا معايا شي حاجه اللي خايبه. ولكن 90% كاملين الصحابات اللي كنت انا مصاحبه معاهم كاملين غدروني كاملين ما صدقوش وكنوجه لكم تحيه من هذا المنبر وكنقول لكم فين وصلتوا بالغدر ديالكم وفين وصلتوا بالسم ديالكم. الحمد لله انا مكمله في الطريق ديالي والناس اللي مسمومين وقلبهم كحل انا متاكده انكم باقي اللور وغنوجه لكم الكبدات ديالي واحد الهضره هذه خذوها مني ما عمركم تثقوا في الصحابات 100% 50% 50% قولي واحد النهار هذيك السيده غتقدرني سواء صاحبك بهذا المعنى اولا صاحبتك قولي انها غتقدرني واحد النهار وما تثقيش 100% وعرفي راسك اشنو كتقولي. احسن حاجه انك ما تدخليش بزاف في التفاصيل باش ما كتعيبيش انت والبنت ما يعني صاحبتي ما محتا ماشي بالضروره انني نعاود ليها وماشي هي بالضروره انها تعاود ليا وما غاديش نحاسبها وما غاديش تحاسبني حيت كاين واحد الاسرار اللي ما كيتقالوش واللي كيبقاو عند هذاك الانسان اولا كيبقاو عند والديك اولا هذاك الانسان ما كيبغيش يخرجوا نهائيا. فهذا ما كاينيش ان صاحبتي ما مزياناش اولا فهمتوني شنو بغيت نقول لك. نقول لك واحد الهضره كاين اللي كيشوف راجل كيقول هذه قاصحه متكبره عاجبه راسها ما كتبكيش ما حنيناش اقسم بالله العلي العظيم والمصحف الكريم كاع الناس اللي كيعرفوني حاجتي ماشي ديال يدي عندي فيها واحد الثقبه كبيره مخروقه يديه بزاف وحاجه اخرى حاجتي ماشي ديالي نقدر نعطيك تلبسي حاجه جديده وما نتحاسبش معاك وعادي جدا ونعاونك ونبغيك تباني زوينه. الا كنت معروضه لشي عرس الناس اللي كيتفرجوا فيا الا كنتو باقين البنات كتفرجوا فيا هبطوا لي كومونتير البنات اللي خدموا معايا عارفين كيفاش دايره كنبغي الماكي لواحد كنبغي نقاد ليه كنبغي يبان زوين ما كنبغيش الناس يضحكوا ليه. وكاين اللي لا كيشوفني كيقول لا هذه باينه فاش محسده شي حاقوده شي شلوطيه شي هذه كيشوفوا يمكن اللون ديال الشعر زعر حيت معروف ان البنات الزعرات تكون عليهم واحد النظره خايبه انهم كيطيروا انهم كياخذوا الراجل انهم هذه انا واحد الانسان اللي الحمد لله طيبه ما نديش حاجه الناس وما نشوفش الحاجه اللي ماشي ديالي وما نقدرش نشوف راجل صاحبتي اولا واخا يكون غير الحبيب ديال صاحبتي ما نقدرش نشوف فيه. والديا باونا واحد التربيه اللي زوينه بزاف يقدر يبان لك ان المظهر ديالي الا شافتك معايا ماما كتقولك هذه راه ديالك راجلك انا نهائي ما نشوفش فيه حتى داك الشوفه الاولى والحمد لله. خاصكم واحد القضيه عجبني هذا الفيديو بزاف جا ممتع وكان بحال كنهضر معاكم يعني بحال نتوما حدايا وهذا مكان وغادي ندوز لك الفيديو ديالي باش غادي نشوفوا السؤال التالي شنو هو نصيبه حميد شنو هو الهدف ديالك من الحياه؟
الهدف ديالي من الحياه، او يعني هذا السؤال هذا جاوب تقريبا اسئله كيتشابهوا. الهدف ديالي من الحياه انا كانسانه اول حاجه انني نحقق واحد الهدف، انني ما نبقاش في هذه البراكه وما نبقاش في هذه الدوار، ونعيش حتى انا في شي دار زوينه، في شي دار اللي نسيقها، اللي نمسح لها الغبره، اللي ندخل الحمام، اللي نلبس بيجامه نقيه تبان عليا، اللي والديا نحس بهم مرتاحين جالسين في الكويشه ديالهم وسخان، ماشي كيهبط عليهم قطره، ماشي كيدير عليهم فيضان. من بعد انني يعني ندير واحد المشروع اللي ديالي ولو يكون بسيط، ولكن شي حاجه اللي ديالي ما نخدمش نهائيا عند عباد الله حيت دوزوها عليا. وحاجه اخرى الزواج، شي حاجه اللي هرب الزواج هرب الطاعه، الزواج اي بنت كتبغي تزوج ومن موراها يجيب لي شي زوج صالح اللي يسترني ونسترو، الله يسهل على كاع البنات اللي مادني يديهم الحنه في حالي. اخواتي كاين واحد البنوته اللي ديما كتكتب ليا تعليق، هي حسنة اس اش واحد، اي بنت ذكرتها تقولي في لي كومونتير راكي ذكرتيني، تحيه ليك. قالت لي شحال عندك من عام، هادي جاوبت عليها، وراني متتبعه ديالك من يامات 56000، اقسم بالله وما عمرني درت ديزلايك ولا شي كومونتير خايب، كنموت عليك كنحماق عليكم حتى انا، وشكرا بزاف حسنة اس اش واحد. كاينه واحد البنوته جزائريه اللي سميتها الجزائريه الوهرانيه، تحيه ليك رجوة، انا متتبعه ديالك من الجزائر، نموت عليك وعلى عائلتك الكريمه، وتعجبني شخصيتك، لكن نتمنى تكوني على طبيعتك، جمالك الطبيعي احسن من العدسات وباروكه تزعجني، والله غير جمالك الطبيعي يهبل، ونتمنى لك مزيد النجاح. اول حاجه كنحماق عليك، وشكرا بزاف على هذا الانتقاد الزوين البناء ونعم التربيه. كما قلت لكم اخواتي في اول تعليق، اي بنوته في اول فيديو او اي بنوته فينا تكون عندها واحد الحاجه كتعجبها، بحال دابا انا عارفه راسي وتخواتي تي كيقولوها لي وماما وكلشي، بالعكس التعاليق ديالكم الايجابيه على الراس والعين، اولا التعاليق ديالكم بناء على الراس والعين. انا عارفه ان بالطبيعه ديالي حسان، اني الماكياج خفيف حسان، بحال دابا هكايا مسخي شفيره ديري شي فون دو تان، فحال هذا الماكياج هذا خفيف انا عارفه وكيعجبكم. الباروكات كاين اللي كيزعجهم بعض المرات البنات، عادي راه اي كيما نتوما كيعجبكم ديروا شي ستيل اولا ديروا شي عكار اولا ديروا شي صباغه اولا ديروا شي مشطه شعركم، راه حتى انا مره كنشهى لي بيرويك، يعني ما فيها باس انني نديرها، وتقبلوني ما فيها باس انكم مره تشوفوني طبيعيه مره تشوفوني بلا بيرويك وكنحماق عليكم. واحد البنوته قالت لي يعني سمير ايمان، ما كتفكريش تزوجي، اكيد اي بنوته فينا ماده يديها الحنه وكتسنى، اي بنوته فينا يعني كيكون يعني شوفوا باش نكون معكم صريحه، كنا كنقولوا اول حاجه الخدمه على الرجال، الزواج هو الاخر. اي بنت فينا وما تقول ليش شي وحده راه ما كتفكرش هذا التفكير، اي بنت فينا كتوصل لواحد السن كتبغي انها تزوج صغيره، كتبغي الى جهه الراجل غتزوج، وماشي مشكل غتكمل القرايه ديالها غتكمل الخدمه ديالها. يعني كلنا كنقولوا لا الدار، اي وحده تسمع تقول لك الخدمه والدار ديال الاولاد، الخدمه هي اللي غادي تجيب لك الراجل، هذه متفقين، ولكن اي بنوته كتسولي كتقول لك اي ما كرهتش نتزوج، حتى انا ما كرهتش حتى انا نتزوج ونبني الدويره ديالي، وممكن انا والراجل ديالي متفاهمين وكندير لكم هكذا فيديو وندير حتى شي مشروع ديالي. انا كنفكر في الزواج، اي واحد تقدم ليا وكان يعني مناسب جدا غادي نتزوج به ونتوكل على الله، ما عنديش حتى شي مشكل، الحمد لله غادي كنحقق احلامي ان شاء الله، غندير مشروع ديالي، مازال بزاف ديال الحوايج ان شاء الله القدام. اخواتي كاين واحد البنوته اللي كنهضر معاها في الانستغرام وكنوجه لها تحيه، هي حاسه ميكاب، واحد البنوته اللي غزاله وفنه وكنوجه لها تحيه، هي عندها قناه، قالت لي المسيره الدراسيه ديالك حبيبتي، وعلى كل حال اي حاجه منك فنه الله يحفظك، كنحماق عليك ومتشوقه للفيديو الجاي. شكرا حبيبه ديالي، حتى انا كنحماق عليك. البنات حاسه ميكاب عندها قناه، دخلوا عندها غزاله، واحد البنوته كتحمق، تحيه ليك وكنموت عليك. وبالنسبه للمستوى الدراسي ديجا رجعوا تعلي في الاول. هنا واحد البنوته سولتني واحد السؤال زوين بزاف، سميتها نجوى بويا خلف، نجوى بويا خلف، قالت لي ما هي المبادئ التي مهما تغيرت حياتك ومهما واجهتي من مصائب لن تتخلي عنها؟ اول حاجه المبادئ اللي ما نقدرش نتخلى، يعني يعني ولو نقول لاباس عليا، ولو ما عاد فين ولي عايشه، ولو ما عاد شنو، المبادئ ديالي هي انني ما نقدرش، ما عمرني ما نقدر نطلع بشي فيديو اللي خايش للحياة، اللي يكون خايب بزاف ولا فيه العره ولا كنشطح بشي طريقه ولا نغدر شي واحد اللي عزيز عليا ولا اي حاجه، يعني اي حاجه اللي خايبه ما نقدرش نهائيا نتخلى عليها. كاين واحد المبادئ، كاين واحد ليميت ما تقدريش تخلاو عليه، ما تقدريش تخلي عليها. وما عمرني ما ننسى انني ولو ساكنه في قصر، ما عمرني ما ننسى الاصل ديالي، انني كنت واحد النهار ساكنه في براكه، وكنت واحد النهار ساكنه في
في دوار وكانوا دايرين بيا الطوبات وسرق الزيت واي حاجه. ما عمرني ما ننسى الاصل ديالي ومهما درت لاباس ما عمرني ما ننسى الناس الدراوش وما عمرني ما نتكبر على حتى شي واحد. وكما قلت لك حبيبه ديالي المبادئ انني ما نقدرش نهائيا نتخطاهم، انني نعاير والديا اولا نمشي نزوطهم الزنقه الى وصلت لواحد النيفو اولا ندير شي فيديوهات اللي خادشي للحياه اولا تشوفوني في شي بواط اولا تشوفيني لابسه شي لبس اللي مره ما تشوفيش فيا نهائيا ولو ما عرفت فين نوصل. والصلاه ديالي شي حاجه اللي عمرني نتخلى عليها، كتشوفوني مصبغه البنات انا حتى كنتغدى عاد كنصبغ كنبغي نصور فيديو اولا كنشهى الصباغه ديالي ابخي ملي كنبغي نعاود الوضوء كنحيد سميتو. كاين شي بنات تيقول لي حنا ديما كنشوفوك مصبغه اختي، بغيت نقول لك من هذا المنبر علاش ملي كتشوفيني ما دايراش الصباغه ما كتقوليش رجوه تبارك الله عليك دفي راسك زوينين باينه فيك كتصلي، علاش حتى كنكون دايره الصباغه عاد كتقولي ما عمرني ما شفتك دايره محيده الصباغه. كما قلت لكم البنات انا ما عنديش مشكل نمسح ونعاود نمسح ونعاود حيت الصباغه كنموت عليها وراكم كتشوفوا كما يعني كنت ما كنصليش حقوني كندير العجال للصفار انا هادو الدفيرات ديالي طبيعيين. واحد البنوته قالت لي كريزي حسنا قالت لي واش عمرك فكرتي تحبسي اليوتيوب بسبب التعاليق الخايبه؟ هاد الفكره كانت كتجيني بزاف بزاف وغير مؤخرا طلع لي الدم بزاف، بقيت كنقول انا يا الناس واش ما كيبغيونيش واش ما باغينيش في هاد القناه واش حتى لهاد الدرجه ما كيحملونيش علاش كيايروني علاش انا اكثر وحده كتعرض للانتقاد. نقول لكم علاش، ماشي انا اللي كنقول هاد الهضره وانما نقول لكم الناس شنو كيقولوا باش ما تقولوش انا واحد الانسانه مغروره. اول حاجه اخواتاتي شنو كيشوفوك انا كيعيشه في البراكه وعايشه في واحد الدوار وكتجي وكتضحكي على بنادم وكتقولي انا ما عنديش، واخا انا ما كنقولش ما عنديش انا كنقول الحمد لله الله يزيدني وغير يشجعوني وتعاونوا معايا. ويعني واحد الحاجه كيشوفوني مقاده كيشوفوني دايره بيريك اولا غير بشعري ولا لابسه وكنحفزاك وكيشوفوا ان دوك الحوايج كيوصلوني كيقولوا لي هادي راه كتشري وكتضحك علينا هذا راه لابس عليها وكتضحك علينا. انا اقسم بالله البنات ساكنه في دوار الناس عارفني جيران عارفني ما عندي علاش نكذب، يعني واحد الانسان اللي متواضع الحمد لله بزاف بزاف. وش غنقول لكم اخواتي سؤال مشى لي من بالي وكيجوني شي تعاليق خايبه لا انت كتضحكي لينا لا انت شوفي كديري في البراكه انت تعلمتي تلبسي انت راكم عارفه التعاليق راه كلكم كتقراوهم انا كنمسح. قلت لكم اخواتي كنفكر 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 وكيطلع لي الدم، ولكن حاليا صافي جاتني ولات عندي المناعه من التعاليق مابقاش كنتسوق. انا الحمد لله شاقه طريقي خدامه على راسي ما كندير شي حاجه خايبه ولا بغي يقول شي حاجه راه الله كنقول حسبي الله ونعم الوكيل في اي واحد كيدخل وكيسبني ديما في الصلاه ديالي وفي الدعاء ديالي ديما كندعي في صحاب التعاليق السلبيه وكنقول حسبي الله ونعم الوكيل في اي واحد تيعايرني حيت انا ما مادياش وهو ما كيعرفنيش وغير كيجي وكيهضر عليا. واحد الدري ديما كيخلي ليا تعليق وهي رشيد فلوغ نهارك مع رشيد فلوغ علاش انتي محبوبه كنتمنى تدوزي هذا السؤال. شكرا شكرا بزاف اخويا ما عرفتش واش هذا الحساب ديالك في يوتيوب ولا لا. شكرا لك بزاف اخويا القبول راه من عند الله الحمد لله. الناس كيتلاقاوني في الزنقه كيسلموا عليا كيتصوروا معايا ما كنتكبر على حد ولا كنت شي وحده تكبرت عليها تهبط في لي كومونتير وتقولها ليا. الحمد لله ما عمرني تكبرت على شي واحد الا بعد المرات كنلقى شي تعاليق تجي شي وحده ما كتكونش كتحملني كتجي كتكتب ليا تعليق انت متكبره تلاقيتك في هاد البلاصه ما سلمتيش عليا. واحد الحاجه في اطار هاد سميتو واحد التعليق سيرتاتو ليا اختي اشوف لا كان باقي نخلي لكم في الفوتو هنا شي وحده اخواتي تدخلات كتكذب غادي نقول لك كيما كذبتي عليا الله ياخذ فك الحق وحسبي الله ونعم الوكيل فك. كتبتي تعليق وكتقولي فيه انا صيفط لها شي صاك ووصلها وبلوكاتني وما بقاش كتهضر معايا وقالت لكم راه الحوايج شريتهم وشنو اخر قالت لكم دوك الحوايج شريتهم وما بقاش كتهضر معايا وبلوكاتني وانا ما بغيت ندير فيها غير الخير. اختي اول حاجه نكون انا ما غاديش نكون خايبه تقدر تكون واقيلا كان زعما هاد الهضره بصح تقدر تكون شي وحده هضرت معاك بسميتي اولا بشي اخوان واحد اخر وقالت لك انا يا رجوع. ثاني حاجه اي صاك وصلني من عند اي بنت الحمد لله شاركته معاكم وبالفرحات عليا اي صاك كيوصلني كنشاركو معاكم. كون كنت بنت الحرام غنبقى نتمسكن عليكم وما غنبينش لكم داك السيكان وغنمشي غادي نخبيهم وتا تشوفوني لابساهم اولا تا تشوفوا داك الحاجه عندي. ولكن انا كنشارك معاكم اخواتاتي حيت انتم عائلتي الثانيه كما كنشارك مع اخواتاتي كنشارك معاكم كنشارك معاكم اي صاك وصلني اي كادو اي حاجه وصلتني كنشاركها معاكم. قولي يا اخواتاتي لوجيكمون فكروا بعقلكم وحده غادي دير فيا خير وغتبغي تصيفط لي دي كادو واصلا شوفوا البنات انا صاك وريوني وشي حاجه وريتها لكم قلت لكم شريتها من غير هاد الايام خديت داكشي من دي فاكتو
يعني الحمد لله ما ور... ما يعني قالت لهم وراتهم كنت عارفاها كذابه، قالت لهم وراتهم الحوايج على اساس هي اللي شارياهم. وانا اقسم بالله انا نتوما البنات الا كنت انا كذابه رجعوا لي الفيديو ديالي، ما عمرني ما وريتكم شي صاك وقلت لكم انا شريته شي صاك ديال ما جبتش عراب ديال الحوايج وريتهم لكم على اساس شريتهم. كاع الحوايج كلهم كاينين في ديفاكتو، يعني كتشوفهم في ديفاكتو. يعني ما فهمتش انايا علاش الانسان كيبغي يطيح الباطل. نقول لكم من هذا المنبر الا كنتي كتشوفي فيا، واش نعستي؟ واش هاني عندك تطيحي الباطل وماشي حشومه عليك بهذا المعنى؟ ولا عندك شي دليل انني انا هضرت معك وانني انا توسطت بالكليه وانك صيفطتي لي شي كود وانني شكرت وقلت لك عافاك حطي ليا، حطيني بوجهي الا كنت انا ما مزياناش، وفعلا صيفطتي لي دي كادو ونكرتك حطيني بوجهي. انا المبادئ ديالي والاخلاق ديالي ما كتسمحش ليا. جلابه صيفطتها ليا، صايبتها ليا الصديقة ديالنا بشرى، ثلاثة جليبات جلالب شاركتهم معكم، أبسط الأشياء فرفارة شاركتها معكم. فيعقل أن الواحد صيفط لك ساك وكبر بيك وأنت غتكون ود ماشي ود الأصل وود الكلاب بهذا المعنى حاشاكم، وتمشي وما تقوليش شكرا وما تبقاش تجاوبو. علاش هو بغى يدير فيكي خير؟ أنا ماشي هكا نهائيا. دوزو للسؤال الصادم، واحد البنوته ما عرفتش اشنو قال لك راسك ضحكتني السؤال وبغى هو ضحكني بزاف. قالت لي واحد البنوته صحره صحره، هل فعلا كنت حامل من خطيبك؟ نتمنى تجاوبيني. اول حاجه ما عرفتش شكون طيح لك هذا السؤال وشنو قال لك راسك سولتي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله يسترني من الحرام، والله يسترني. الحمد لله كنصلي صلاتي وعارفه بيني وبين الله، ما نقدرش ندير شي حاجه خايبه. اول حاجه حيت انا عزيزه عليا، عزيزه عليا راسي وعزيزه عليا نفسي بزاف بزاف، ما نقدرش نخلي شي واحد يقيسني او لي حتى سميتو، ما نقدرش نهائيا. عاد الساك نحمل مع هذا الواحد، هو فقط كان يعني غير هضر مع دارنا وداكشي ونحمل معاه. اش من قيمه غتبقى عندك؟ واش من كرامه غتبقى عندك؟ الله يستر اختي، انا اختي على باطل، الله يستر. الحمد لله عمرها كانت هاد الهضره وما عمرها غادي تكون ان شاء الله الا في الحلال مع راجلي ان شاء الله. واحد البنوته سولتني واحد السؤال حتى هو مهم، وجاو بزاف ديال الاسئله بحال هكايا، فانا غادي نختار هاد البنت لانها بزاف ديال الاسئله جاو بحال بحال. قالت لي سعيده سعيدي، المهم ما عرفتش البنات ننطق الاسماء، سعيدي ايه ما عرفتش. قالت لي واش خدامه؟ كنبغيك بزاف البنات، انا الخدمه ديالي فقط يوتيوب وانستغرام، هما اللي كناكل منهم طرف الخبز والحمد لله والشكر لله. وان شاء الله كما قلت لكم وكما كنقول لكم ديما، انا ما غنخدم عند حد لانني صافي الله يجعل البركه. غتشوفوني انني فات السن هذا، ولكن راكم راه اللي دوزتو راه اللي دوزو عليا بنادم، راه ما كنظنش شي وحده كتفرج فيها تكون دوزاتو، وتقدر تكون شي وحده بحالي ولكن واحد النسبه قليله، حيت كنت كندردك من الصغر. بقيت كنقرا الاسئله ديال يوتيوب ونسيت الانستغرام، وتطلع فيا واحد النوتيفيكاسيون قالت لي سناء ب 71 شحال عندك شحال عندكم الخواتات؟ هذا واحد السؤال اللي مهم واللي ديما كيتطرح عليا. حنايا البنات 8 ديال الخواتات تبارك الله ما شاء الله، حنا ما عندناش نهائيا الدراري، ماما والدانا فقط حنا 8 ديال البنات. وحده الله يرحمها صفاء، الله يرحمها ووسط عليها فهاد النهار ويرحم جميع المسلمين والمسلمات. ديجا عاودت القصه ديالها وباش ما كي ما شافوش الفيديو، الاخت ديالي كانت غرقات ماتت يعني غرقا في البحر. حنا دابا بقينا 7 ديال البنوتات كاملين، يعني عندنا واحد السن نفوتو مع بعضياتنا، ها اللي مفوته معها بسبع سنين، ها اللي كتكون فايتك بسميتو، يعني غادا ماما ولداتنا بالتسلسل، يعني كل وحده فايته بسبع سنين، اربع سنين، خمس سنين، ما كايناش 10 سنين، لا ما كايناش، المهم غادا معنا بالتسلسل. وكما كنقول لكم واتاتي غتشوفوني بدلت. المهم واحد السؤال اللي نسيتو، قالوا لي بزاف ديال البنوتات رجوه، واش مرتبطه؟ انا لست مرتبطه بتاتا، واخا تشوفوني مع لي زامي ديالي داكشي فقط دي زامي، انا لست مرتبطه. اخواتي كاين بزاف ديال الاسئله مازال ما قلتهمش، بزاف ديال الاسئله جاوني وما نقدرش نزيد نهضر مازال لان الفيديو غيجي طويل بزاف بزاف بزاف. ما تنساوش انكم تخليو ليا بزاف ديال لي لايك، الى بغيتوا الجزء الثاني قولوها ليا في الكومنتير على الرسولين، واعطوني الافكار ديال الفيديوهات. وغنعاود نقول لكم اخواتاتي ملي طلع لكم النوتيفيكاسيون ديال التجربه الاجتماعيه عرفوها غتكون شي حاجه بوم، شي حاجه ما دايراش. كنتمنى يا ربي نطلع للطوندونس المغربي، واحد الحاجه اللي نقيه بزاف. راكم عارفني ملي كنقول لكم غنبدل المحتوى كنبدل محتوى زوين، يكفي انكم اخواتاتي تفرجوا فيا باش تشجعوني وباش نكمل، ماشي طلع لكم النوتيفيكاسيون تكملوا. غتكون واحد التجربه واعره بزاف مؤثره، فيها البكا، فيها بزاف ديال الحوايج وكاين بزاف ديال الافكار. كنتمنى كبدا ديالي انكم تشجعوني بلي لايك، كنموت عليكم.